أنت يعني، وهذه مسألة دعوية، وإن كنت أنا في جانب التحذير يعني متخصص أكثر، نعم لكن المفترض أننا يعني نقوم بتصنيف المخالف. تصنيف المخالف، طبعا المخالف قلنا قد يكون يهودي، نصراني، لا ديني، شيعي، صوفي. لابد أن نصنف أو نقسم المخالف. منهم من هو محارب للدعوة شديد وعنيف، ومنهم من هو مسالم لطيف هادي في نفسه. فأنا أرى أنك تبدأ في هذا اللطيف، صحيح، تدعو، لا تدعو، تدعوه بالأسلوب الهين اللين. أما المحارب فتقرع قلبه بالتذكير بتقوى الله عز وجل، بتخويفه، لأنه يؤمن بيوم القيامة، يؤمن بيوم المعاد، تذكر بالله وتخوف بالله. لكن لا بد أن نفرق بين المخالفين، بين المحارب المعاند قد يصل إلى المقاتل، وبين المسالم. فأنا أرى أنه يبدأ بالمسالم، جميل، مع الصبر على الفريقين واضح. والتقسيمين. نعود لل